دورة فتحت في مديرية التوجيه المعنوي في صفوف مركز التطوير الوزاري. هذه الدورة لمدة أسبوعين، صراحة استفدنا من دورة بمنهج متسلسل درسنا فيه الحرب النفسية ومقاومات الحرب النفسية، وكذلك واجب ضابط التوجيه المعنوي في الوحدات. وكان هناك تعاون، صراحة تعاون من قبل السادة المدرسين، بالإضافة إلى الإشراف المباشر من السيد مدير التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع. المعلمين من الضباط والمدنيين صراحة كان تركيز على الدروس ومناقشة من قبل الضباط الطلاب. ما هي الدورة؟ دورة ضباط التوجيه المعنوي المفتوحة في مقر الوزارة، واللي تخللت عدة مواضيع، منها الروح المعنوية وعلم النفس وعلم النفس العسكري وفائدته على ضباط التوجيه المعنوي، واللي من خلاله نتعرف على مشاكل ومعضلات المقاتلين بالجيش العراقي. وطبعا بها عدة شروحات تخص الإشاعة والدعاية ومكافحتها ومقاومتها. وطبعا لقينا تلقي جيد من قبل المرشحين، لأنه الكادر التدريسي كان يتمتع بأسلوب شرح جيد وإجابة أسئلة أيضا جيد، فلذلك يعني إن شاء الله تكللت الدورة بالنجاح إن شاء الله. مواضيع الدورة التوجيه المعنوي التطويرية للضباط، المواضيع التي تهتم بعلم النفس العسكري، دور علم النفس العسكري في المؤسسة العسكرية، وأيضا دور التوجيه المعنوي في رفع المعنويات للمقاتلين. كذلك تناولت مواضيع الحرب النفسية، أسلحة الحرب النفسية، وهي تتضمن الدعاية، الشائعات، غسيل الدماغ. كذلك تطرقنا إلى مواضيع علم النفس مع علم النفس العسكري، اللي هي دور القائد، نظريات القيادة، وكذلك اتطرقنا إلى الأمراض التي تصيب المقاتلين في ساحات المعركة. آملين أنه يستفادون الضباط من هذه المعلومات ويوظفوها في مجال تخصصهم وفي وحداتهم.